السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محبي ومتابعي العالم دكي في فيديو جديد وحلقة جديدة من سلسلة طال غيابها والآن عدنا بها وهي أفضل ألعاب الأندرويد لكل شهر. إذا كانت هذه أول مشاهدة لك على قناة العالم دكي فأنصحك بالاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب، نعم الزر الأحمر أسفل الفيديو قم بالضغط عليه، وأيضا لا تنسى تفعيل جرس التنبيهات. إذا بدون أي تأخير لنبدأ على بركة الله. لنبدأ على بركة الله مع اللعبة الأولى في هذه السلسلة وهي لعبة دريم ليج سوكر 2020. نعم اللعبة الشهيرة جدا في كرة القدم وفي عالم كرة القدم صدرت بنسختها لسنة 2020 بعدما كانت صراحة لقت نجاح كبير جدا في نسختها 2019. اللعبة رائعة جدا، ستستمتع وأنت تلعبها على هاتفك الأندرويد خصوصا إذا كان هاتفك من الفلاج شيب ويشغلها بجرافيك عالي جدا، فستستمتع صراحة وستلعب مع أصدقائك أونلاين وتبني فريقك الشخصي من الصفر وتشتري لاعبين وتسجل أهداف، وصراحة العديد من التحسينات التي قاموا بها على هذه النسخة إن صح التعبير بالمقارنة مع النسخة السابقة سنة 2019. طبعا إذا ما أردت تحميل اللعبة على هاتفك سأترك لك رابط تحميلها أسفل الفيديو في الوصف، يمكنك الضغط على الرابط وتحميل اللعبة بسهولة تامة. اللعبة الثانية في هذه السلسلة وهي لعبة War Face. صراحة اللعبة ذكرتني بشكل كبير جدا بلعبة Counter Strike 1.6 لمن لعبها سواء على الحواسيب بالنسبة للجيل الذهبي أو بالنسبة لهواتف الأندرويد الآن، فصراحة اللعبة شبيهة بها لحد كبير جدا. تلعب فريق ضد فريق في مكان أو ماب معينة، وطبعا هي لعبة شوتين لذلك ستستمتع وأنت تلعبها. يمكنك قتل الفريق الآخر وكلما يعني حصلت على كيلز أكثر كلما كان فريقك متقدم على الفريق الآخر. صراحة الجرافيك فيها جرافيك عالي جدا، يعني صراحة من أفضل وأحسن ألعاب الشوتين التي لعبتها لحد الساعة على هاتفي الأندرويد. استمتعت أنا ألعب هذه اللعبة، كما قلت الجرافيك خيالي، التحكم في البلاير الذي تلعب به وطريقة التحكم وكل هذه الأمور سهلة جدا، ويمكنك يعني التحكم في اللاعب بطريقة سهلة وفي بداياتك، يعني حتى بدون أن تحترف اللعبة أو أي شيء من هذا القبيل ستعرف كيف تلعبها. صراحة من أفضل ألعاب الشوتين التي لعبتها لحد الساعة. اللعبة الثالثة في هذه السلسلة وهي لعبة ماريو كارت. نعم لعبة سوبر ماريو كارت وهي لعبة سباقات خاصة بسوبر ماريو. صراحة اللعبة رائعة جدا بالنسبة لي أنا شخصيا، من أفضل الألعاب التي لعبتها على هاتف الأندرويد واستمتعت وأنا ألعب بها. صراحة الجرافيك خرافي جدا بالنسبة للعبة سوبر ماريو التي لعبناها سابقا في الطفولة وأي شيء من هذا القبيل. اللعبة بها جرافيك خيالي جدا، التحكم سهل جدا، بها العديد من الأمور والمميزات في اللعبة، يعني الإضافات التي قاموا بها حينما تذهب بسيارتك مع الأشخاص الآخرين، يعني هناك العديد من يعني الأمور الرائعة جدا صراحة التي ستعطيك انطباع رائع جدا على اللعبة. اللعبة طبعا هي سباق للسيارات، تقوم باختيار شخصياتك المفضلة من بين شخصيات السوبر ماريو التي نعرفها جميعا، ومن ثم تبدأ في السباق وبكسب نقاط والحصول على بوستات جديدة طبعا، وصراحة العديد من الأمور الرائعة جدا التي قاموا بإضافتها على هذه اللعبة، فأنصحك بشدة بتجربتها على هاتفك الأندرويد. اللعبة الرابعة في هذه السلسلة وهي لعبة باتل برايم. اللعبة تشبه بحد كبير جدا لعبة War Face التي تكلمنا عنها سابقا، لكن ما يميز هذه اللعبة عن باقي الألعاب الخاصة بالشوتين وهو الجرافيك والماب. نعم فالماب قاموا بتطويرها بشكل رائع جدا، تحس على أنك تلعب في شيء ريال، شيء حقيقي جدا. الأزقة والشوارع الخاصة بالماب بها سيارات، بها يعني جدران، وتحس على أنك تلعب
في شيء واقعي، في شيء حقيقي، وليس فقط لعبة على هاتفك الأندرويد. طبعا هي لعبة شوتين تلعب مع أشخاص أونلاين آخرون، ويجب عليك الحصول على عدد كبير جدا من الكيلز لكي تربح أو تفوز على الفريق الذي تلعب ضده. صراحة اللعبة ممتعة جدا، إذا كنت من محبي ألعاب الشوتين فأنصحك بشدة بالحصول عليها. يمكنك شراء أسلحة جديدة، شراء أمور جديدة وألبسة، وصراحة اللعبة ممتعة جدا، قم بتحميلها من الرابط الذي ستجده أسفل الفيديو. اللعبة الخامسة في هذه السلسلة وهي لعبة Ghost Racing. نعم، هي لعبة سباقات شبيهة بشكل كبير جدا الفورميلا 1 وكل السيارات التي تأتي من هذا المجال. طبعا تلعب سباق سيارات بسيارات الفورميلا 1 السريعة جدا. الجرافيك في اللعبة جيد جدا، يعني هنالك بعض التحسينات التي يجب القيام بها على الجرافيك، لكن على العموم الجرافيك جيد جدا بالمقارنة مع ألعاب أخرى. يمكنك التحكم بطرق مختلفة في السيارة، طبعا سواء عن طريق لمس الشاشة أو عن طريق تحريك الشاشة إلى اليمين واليسار. يعني صراحة هذه هي الأمور المميزة أو الميزات الخاصة بلعبة الجوست ريسين. طبعا كما قلت الجرافيك جيد جدا، لكن هناك بعض التحسينات التي يجب القيام بها. وطبعا لديك العديد من المدن والعديد من الحلبات التي يمكنك التسابق عليها. لديك فرنسا، لديك إيطاليا، لديك ألمانيا، يعني عدد ضخم وكبير جدا من المابس التي يمكنك يعني اختيارها واللعب فيها. وطبعا لديك ميزة الأونلاين التي يمكنك الدخول في سباقات مع أشخاص أونلاين حقيقيون، وهذا أمر رائع جدا أن تجد لعبة تجمع بينك وبين أشخاص حقيقيون في سيرفر واحد، ويمكنك لعب معهم بسيارتك التي قمت بشرائها وقمت بتطويرها. طبعا إذا ما أردت تحميل اللعبة ستجد الرابط أسفل الفيديو. إذا بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى من صميم قلب أن تكونوا قد استفدتم من حلقة اليوم ومن الألعاب التي شرحناها في هذا الفيديو. إذا ما أردتم أن تستمر هذه السلسلة سلسلة أفضل ألعاب الأندرويد لكل شهر، فلا تبخلون علينا بالضغط على زر لايك. نعم، قم بتشجيعي بالضغط على زر لايك، أيضا قم بالاشتراك في القناة وفعل جرس التنبيهات. إلى هنا نضرب موعد في حلقة مقبلة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.